لك الزلمه جاي يتعرف علينا مو جاي يخطب بنتي. بعرف حبيبي، هذا اللي عاملينه نحن مشان قدرك وقيمتك. انت هلا رئيس شعبي، ضروري يفوت لعنا ويقول عنا شراشيح يعني. يلا حطها ورجع على البيت. يلا يلا. ليش خليتي انت والولاد هذول قدروا قيمه عندي؟ تعي افتحي. بعدين شو امير شعبي يعني؟ كاني سفير؟ بيلبق لك. يو ان شاء الله بتقبرني هالطله. حلوه شعرات ثيابي شو؟ بياخذوا العقل ماما. أول مرة بشوفك بتهتمي بشغلات بيهتموا فيها كل البنات. بابا طلال حكاني وقال هو على الطريق ورح يوصل. شفتي؟ كبروا البلوتات، صار بدهم يتجوزوا ويتركونا. ربيناهم وكبرناهم، هلا رح يتخرجوا من الجامعة. الحمد لله، يرفعوا الراس مو؟ إيه مو؟ رغم كل المصايب. لك يشلوني شل جهاد. لك عم بمزح معك، مو قادر اضحك. انا مثل حكايتك مبسوط لانه قدرت انا وانت والاولاد انه نعيش حياه سعيده ونتمسك فيها رغم كل الصعوبات والمشاكل. يعني انا لازم ضل متفائل وحاسس حالي عامل انجاز كبير بهالتخلفه اللي خلفتها لشوف المسطره. بابا مشان شو بدك المسطرة؟ اجى الدكتور. انا بفتح. عندك انا اللي بفتح، انا رب العيلة وانا بفتح لو كنت بايد واحد. مرحبا عمي. اهلا. طلال المصراوي، سنة تخرج طب بشري وحيد وما عندي عسكرية، خاني 100. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبنا اهلا ابويا عمي طب. بحكم العادة عمو. عادي انت فايت على فرع امن، تفضل. الحمد لله على سلامتك، تفضل. الله يسلمك، ليش ما زل حالك؟ لا ولو عمو ما في شيء من واجبك. شرف شرف. شرف تفضل. شرف 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 شرف. أهلا وسهلا. مرحبا. مدامتي نورما بنتي سلمى يزم. تشرفنا الحقيقة. كنت حابب أتعرف عليكم بظروف أحسن، بس نصيب. وأنت عمي، يعني الواحد بيأكل له قتلي بهالعمر مو مشكلة. شرف شرف عمي. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. إن شاء الله عجبوكم الوردة كثير. تفضل. كثير. تفضل. شوفي لي البوكيه اللي جايبه. كانوا من جنينة الاشلي ومنيمو عنده بالبيت شي 4 ايام. دبلان دبلان. جهاد ودي صوتك الله يوفقك اللي بيسمع لك. شو بدي اسمع لي؟ يمكن شعري من البالي. ليكي ليكي شكله مثل السنفور. ها توت عنخ امون. جهاد الله يخليك، لا تخليه قاعد معها لحاله، روح لعندهم الله يوفقك. قام تجاني ايديك. اهلين عمي. يا حبيبتي ساعدك بشي؟ لا ماما، روحي لعند الدكتور تبعك. شو رأيك فيه؟ لسا ما لحقت، والله ما صار له دقيقة مواصل. أمي بسيطة الشغلة، في شيء اسمه لغة الجسد، علامات نفسية بتخليكي تتلمسي الانطباع الأول عن هذا الشخص. ماما لسا بكير بكير، ما لحقت أتعرف عليه، أنا ما بدي شرحه بالنهاية، بدي أتعرف عليه. روحي مخلتي ماما. يلا. هاي رقلة بنتك بجلسة الفجر تبع شاب الزباتي، هي آخرتها لنورما بنتك؟ هي آخرتها؟ لكن أنا ماني ناقصة، الله يوفقك. ماشي، أنا عم فكر أعمل شي اختراع، فجر لي شي شغلة بركي بيطفش ونخلص. ماشي. لا هذا هو اللي بنتك عم تخلص وحداتها مشانه؟ فعلا جيل آخر زمان. لك ارحموني بقى، شو صاير لكم؟ انت تري حطي الكاسات يلا.